شلف تنقلوا بقوة إلى ملعب الدار البيضاء لمواصلة فريقهم من أجل العودة بنتيجة إيجابية من ميدان شبان نادي بارادو، الذين دخلوا المباراة بقوة، وهذه التسديدة التي صدها الحارس صالحي. ستار شريف الوزاني كان يدرك قيمة النقاط الثلاث في مشوار فريقه في المحترف الثاني. محاولة أخرى كان وراء بن عياد بتسديدة قوية لم تمر بعيدة عن إطار صالحي. دائما بن عياد وتسديداته التي لم تكن مركزة كما ينبغي، كل ذلك كان تحت أنظار مدرب المنتخب الوطني الأولمبي جون بيير شورمان ومساعد مدرب المنتخب الوطني الأول نبيل ناغيز. محاولة أولى من جانب مادوني لجمعية أولمبي شلف مرت ببضع سنتيمترات. الدقيقة 40 هذه التوزيعة، والحكم معرب يعلن عن ضربة جزاء. يبدو أن الكرة لمست يد مدافع جمعية أولمبي شلف وسط احتجاجات كبيرة من قبل عناصر أولمبي شلف على حكم المباراة، بداعي أن الكرة لم تلمس يد مدافع فريق أولمبي شلف، والاستشارة كانت مع حكم التماس الذي أكد لمس الكرة باليد. المهم أن ضربة الجزاء تقدم لها بن عياد لكنه فشل أمام براعة الحارس صالحي الذي تصدى بكل سهولة، وأنهى المرحلة الأولى بالتعادل السلبي 0-0. في المرحلة الثانية دخل أولمبي شلف بقوة، وهذه المخالفة رأسية نعماني كادت تؤتي ثمارها، مرت ببضع سنتيمترات فوق العارضة الأفقية لحارس نادي بارادو. أعراب أعلن عن ضربة جزاء في الدقيقة 67 بعد التدخل القوي من صالح على مهاجم نادي بارادو البديل ملالي. أعراب من دون تردد يمنح ضربة الجزاء، تقدم لها بنجاح إسماعيل شاوي. الهدف الأول والأخير في المباراة لصالح نادي بارادو الذي حقق فوزا ثمينا أمام جمعية أولمبي شلف.